شهدت المنطقة العربية زيادة مضطردة في الاستخدام المباشر وغير المباشر للأطفال بصور عدة، جميعها تعمل على هدم الطفولة وتحويل الأطفال عن تحقيق رغباتهم وطموحاتهم، حيث يسهل استغلال الأطفال بصورة عامة باعتبارهم من أكثر الفئات ضعفاً والأكثر عرضة للخطر. بحسب إحصائيات المنظمات الدولية، 7000 طفل في عام 2018 استغلوا في الخطوط الأمامية للقتال. يتم استغلال 2 مليون طفل سنوياً جنسياً. يتم استغلال 5.5 مليون طفل في العمل الجبري. ووفقاً للإحصائيات الخاصة بستة دول عربية، هنالك عدد 267,857 طفلاً متسولاً. للاستغلال آثار متعددة على الأطفال، منها فقد براءة الطفولة، فقد الكرامة، الإصابة بالإحباط والاكتئاب، عدم مواصلة التعليم، التعرض للمخاطر والأمراض.